السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي صحابي جليل ومحدث وفقيه وحافظ ومفسر، وهو ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و1660 حديثا رواه في الصحيحين، و75 حديثا متفقا عليهما. ولزم عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الأحاديث، ودعا له النبي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعا له أيضا: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس 13 سنة، فكان يفسر القرآن بعد موت النبي حتى لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. وطلب عبد الله بن عباس العلم والحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، وقرأ القرآن على يد زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وكان يسأل عن الأمر الواحد 30 من الصحابة. وكان لابن عباس مجلس كبير في المدينة يأتيه الناس لطلب العلم، وكان يقسم مجلسه أياما ودروسا، فيجعل يوما للفقه، ويوما للتفسير، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب. وولد عبد الله بن عباس في مكة المكرمة في شعب أبي طالب قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات، وهاجر مع أبيه العباس بن عبد المطلب قبيل فتح مكة، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب لفتح مكة، فرجعا وشهدا معه فتح مكة، ثم شهد غزوة حنين وغزوة الطائف. وعن شعبة بن الحجاج عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل الهجرة بثلاث سنوات ونحن في الشعب، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13 سنة. وقال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في الشعب، أتى أبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما أرى أم الفضل إلا قد اشتملت على حمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يقر أعيننا منها بغلام. فأتى بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في خرقتي فحنكني. فقال مجاهد: لا نعلم أحدا حنك بريق النبوة غيره.